تم الإعلان عن اختيار المجلس الأعلى للمرأة المؤسسة الفائزة بالجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 والممنوحة من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبتزكية جماعية من قبل الجهات المعنية بتنظيم هذا الملتقى. بالفعل هذا الإعلان كان ضمن احتفالية خاصة خلال أعمال ملتقى المسؤولية المجتمعية للأسرة العربية اللي يعقد هذا العام تحت عنوان مسؤولية استقرار الأسرة العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أطر وأدوار، بتنظيم مشترك من قبل الشبكة الإقليمية والاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية ومنظمة الأسرة العربية. طبعا لولو أتأكد هذه الجائزة الجهود المتواصلة والنوعية للمجلس الأعلى للمرأة وبرامجه وآليات تعاونه بالقيادات المتميزة لصاحب أو بالقيادة المتميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الله يحفظها ويرعاها. مبادرات يطلقها المجلس الأعلى للمرأة بشكل مستمر ومتواصل تكللت بجائزة في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020 والتي أشادت بمسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة عبر تبني قضايا المرأة البحرينية والدفاع عن مصالحها والتعبير عن تطلعاتها في سياق عمل مؤسسي يطمح على الدوام بأن تكون مملكة البحرين مركزاً للخبرة في مجال تقدم المرأة واستدامة مساهمتها في بناء الوطن. المجلس الأعلى للمرأة لطالما كان يعمل لتعزيز العمل بين فئات المجتمع ورصد الاحتياجات الطارئة للمرأة وأسرتها والعمل على توفيرها في إطار الرعاية والاهتمام المتواصل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. وتأتي الجائزة خلال هذا التحدي الصحي لتؤكد التزام المجلس الأعلى للمرأة بالوقوف في كافة الظروف مع الأسر واحتياجاتها، وتشير إلى الخطط المدروسة وطويلة الأمد التي تم وضعها قبل هذا الحدث الصحي. جهود وطنية مكثفة ومتنوعة في إدارة التحديات تتوشح بالجوائز لتؤكد دائماً على سير المملكة بثقة في مختلف الظروف. إنجازات بالتأكيد نفخر بها جميعا. للحديث أكثر عن الجائزة ودور المجلس الأعلى للمرأة معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. مساك الله بالخير أستاذة هالة. الله يمسك بالنور والسرور. يا مرحبا فيك. مرحبا بداية مرحبا فيكم. يا مرحبا. بداية أستاذة هالة نهنئكم كمجلس على هذا الإنجاز ونود بإيجاز معرفة أسباب اختبار المجلس أو اختيار المجلس للحصول على هذه الجائزة. مشكورين على تهانيكم وعلى اهتمام البرنامج خبر تكريم المجلس في مجال الرعاية الأسرية تحت القيادة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، التي تؤكد باستمرار الحقيقة على أهمية أن ينسب الفضل لأصحاب الفضل فيما يتولاه المجلس من مسؤوليات وما يحقق من نتائج، وعلى رأسهم طبعاً عاهل البلاد المفدى الراعي الأول للأسرة البحرينية وما تتولاه الدولة بمؤسساتها الرسمية والأهلية من جهود مؤثرة على صعيد الاستقرار الأسري. سألتني الله يسلمك عن مبررات منح الجائزة. نعم. أي نعم. لجنة تحكيم الجائزة اللي مكونة من 3 مؤسسات غير حكومية هي يعني تعتبر مؤسسات إقليمية ودولية ويتبعها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في مجال التنمية الأسرية، استندوا لعدد من المعايير والمقارنات اللي قاموا بها بين يعني الآليات الوطنية التي تتشابه في اختصاصها مع المجلس. ومن أهم هالمعايير اللي استندوا لها مثلاً الاستدامة في تنفيذ خطة وطنية تأخذ بكل متطلبات الاستقرار الأسري سواء على الصعيد التشريعي أو على صعيد وضع السياسات أو تطوير الخدمات أو تنفيذ البرامج، قدرة المؤسسة على أنها تصنع مؤشرات تقيس حجم الإنجاز أو التراجع طبعاً وتنشرها بشفافية وتعتمد عليها في التخطيط.
معيار آخر نجاح البرامج الموجهة للأسر في الانتقال الآمن والميسر لهم من أن يكونون يعني من مرحلة بس تتمثل بالاعتمادية والاتكالية وينتقلون للاستقلالية والإنتاجية. ويمكن من أهم المعايير اللي استندوا عليها يعني لتقييم عمل المجلس هو الحقيقة تمكنا من وضع خطة عمل في وقت قياسي لإدارة المخاطر اللي انتجت عن الجائحة ومراعاة الخطة لاستمرار كل الخدمات اللي تقدم لأفراد الأسرة وقدرة هالخطة على المتابعة الدورية لضمان استفادتهم من كل ما تقدمه الدولة. طيب بإيجاد المعايير أو المبررات أو الأسباب التي استندت لها لجنة التحكيم. وإن كانت شهادتنا في المجلس الأعلى للمرأة يعني منقوصة بالدور الكبير والضخم الذي يقوم به هذا المجلس برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. الأستاذة هالة، هل هناك حاجة لإعادة ترتيب أولويات العمل لضمان الاتصال الآمن بالأسرة البحرينية والحفاظ أيضا على مستويات استقرارها في ظل الظروف الحالية؟ بدون شك الظرف الحالي يتطلب قراءة دقيقة للمشهد، يتطلب حفر لأثر كل ما يتم تجربته ميدانيا، ومثل ما نشوف العالم كله متأهب ويستعد للتعامل مع ما يسمى اليوم بالواقع الجديد، وهذا أمر يأخذ بالمجلس بكل جدية، ونعكف حاليا على مراجعة سريعة للخطة الاستراتيجية اللي تمتد للعام 2022 من أجل إعادة ترتيب الأولويات القادمة، يعني واللي يفترض أن هي تستند على نتائج هالمرحلة مرحلة العمل الحالية وبما يتسق مع المتطلبات الوطنية سواء على صعيد الاستقرار الأسري أو جودة الحياة، جودة حياة المرأة أو طبيعة مشاركتها القادمة في سوق العمل أو في مجال التعلم مدى الحياة. حتى اليوم كمؤسسة كمجلس أعلى للمرأة نعمل على تقييم عملياتنا الإدارية والتنظيمية للتأقلم مع ما يفرضه الواقع الجديد. يعني اليوم عملنا أصبح عن بعد، وإحنا مضطرين نتعايش مع الوباء لحين انتهائه، ونأمل أن مع هالتجربة القاسية نوعا ما أن يعني ترتفع لياقتنا وتزيد حصانتنا علشان نكون مستعدين لأي طارئ مستقبلا لا سمح الله. وإن كان العمل عن بعد أستاذة هالة، ولكن جهودكم في المجلس الأعلى للمرأة مقدرة جدا من قبل الجميع. الله يسلمك كلكم ذوق، وأنتم بعد مو مقصرين في القيام بواجبكم ويعني تقديم كل ما هو جديد وتعطونا أمل بالغد المشرق إن شاء الله. ونحن نستمد أيضا هذا التألق من قبل المجلس الأعلى للمرأة بجهوده ودوره اللي قدمه للمرأة البحرينية بشكل خاص وللبحرين بشكل عام. الله يسلمك ويخليك، شكرا جزيلا لكم. شكرا سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك. يعني لو بنتكلم عن المجلس الأعلى للمرأة وعن الدور اللي قدمه، يمكن الشهادة لو جات من لولو بتكون شهادة مجروحة، لكن الشهادة لو تي من رجل يتحدث عن المجلس الأعلى للمرأة ودوره تجاه النساء في البحرين وما قدم المجلس الأعلى من دعم ومساندة وتمكين للمرأة البحرينية اللي وصلت إلى أعلى المناصب وأعلى المستويات وأرقى مستويات التعليم منذ نعومة أظفارهم، والمجلس الأعلى للمرأة يتابع المرأة البحرينية ويعزز من الدراسات العلمية للمرأة البحرينية، يؤكد على دور المرأة البحرينية في بناء الوطن في ظل المشروع الإصلاحي ومسيرة التنمية لجلالة الملك المفدى. في الدور المجلس على المرأة أنا ما بتكلم أكثر، لكن أنا عارف أن أنت في قلبك شجون للمجلس على المرأة. أكيد يعني هذا المجلس بمثابة بيت لنا كلنا. صدق. شفت في العائلة إذا في بيت عود الأسرة ترتهن له أو المرأة ترتهن له إذا صادها أي شيء. إحنا عندنا مجلس أعلى يضمنا. فواز أصلاً لك تتخيل حكومة البحرين أو دولة البحرين كاملة متكاملة بكل مؤسساتها. نعم. ما قصرت في الجائحة، قدمت بالفعل. لكن المجلس الأعلى للمرأة قال لا، أنا كل شيء قدموه ذي شيء والمرأة لها شيء خاص، فقدمت أيضا باقة متنوعة وحزمة متنوعة للمرأة البحرينية عشان تحفظ لها جودة الحياة، جودة الحياة للمرأة البحرينية. ألا يكفينا هذه فخر؟ أما يكفيني فخر أنا أطلع وأقول أنا مرأة بحرينية، عندنا مجلس أعلى بقيادة صاحبة السمو الأميرة سبيكة الله يحفظها، وفعلا هذا المجلس ما يقصر معانا في شيء. عندنا حملة متكاتفين اللي شفناها طلعت في هذا الوقت، حملة
كانت فعلاً موازية للجهود الحكومية اللي قامت بها مملكة البحرين. المرأة كيان فعلاً لا وجود في مملكة البحرين، موجود ومؤصل هذا الوجود، والمجلس الأعلى للمرأة يدعم كل مرأة في أي مجال تبدع فيه. صدقتي يعني ديننا الإسلامي الحنيف، قيادة مملكتنا العزيز الله يحفظها ويرعاها، كل أمورنا في حياتنا ندعم من خلالها المرأة. ولما نقول عن المرأة، المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الأب وهي الأب البنت وهي بعد هي الأب وهي الأب بعد يوم عيد والله عيد بعض الأب. الأمهات هي بمثابة الأب بالفعل. في الأسرة هي اللي تقوم وترعى العيال وتشتغل وتحصل، وفي أسر منتجة اليوم عندنا بالفعل. من يعني من أجمل المنتجات اللي نشوفها بصناعة بحرينية من قبل هذه الأم اللي أطلق عليها الأم الأب. بالفعل أنا هذا المسمى ترى ما قلته. لا لا والله وصح كلامك، في أمهات يلعبون دور الأب صحيح، وفعلا في أمهات إحنا نرفع لهم القبعة يقومون بدور الرعاية بشكل ثنائي. وأيضا هذه المرأة الغريب يا فواز أن المرأة البحرينية مو من اليوم كذي، المرأة من أيام قبل، من أيام الغوص لما كان زوجها يروح رحلات القوص الطويلة اللي تمتد 4 أشهر، كانت المرأة البحرينية ترعى المجتمع كامل لقياب الرجل فيه. صدقتي. يعني والرجل بعد احنا نشكركم، انتم فعلا مكمل لنا لولا النظرة الإيجابية، لولا الدعم اللي احنا نحصله من 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 اخواننا، من الرجال الموجودين في حياتنا، من ازواجنا، لما كنا احنا استطعنا كنساء بحرينيات ان احنا نبرز ونطلع ونسوي هذا اللي احنا قاعدين نسوي، فهو الدور مكمل. لكن احنا عندنا مجلس، اكيد تستاهلون المجلس وتستاهلون سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى الله يحفظها ويرعاها على هذا الدور الكبير، وتستهلون يا نساء البحرين، يا أمهاتنا، يا أخواتنا، يا أبهاتنا أنتم بعد. مملكة البحرين مشاهد الكرام رسخت حضورها عالميا من مختلف النواحي من خلال عدة مبادرات سجلت من خلالها المرأة البحرينية إنجازات نوعية، وهذه الإنجازات يا لولوة إنجازات يعني بدأت من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه، ورئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى. بالفعل المجلس الأعلى للمرأة كان داعم للمرأة البحرينية وكل نساء العالم من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم، ليتوج بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، اللي كانت خطوة عظيمة في هذا المجال. التطور يا لولوة في سياق برنامج جار لتنفيذ سياسة الدولة الموجهة لتحقيق تكافؤ الفرص بمتابعة حثيثة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى. بالفعل وحكومة مملكة البحرين قابلت هذه البرامج باستجابة واضحة تمثلت في وضع الأنظمة وإصدار القرارات ذات العلاقة اللي تخدم المرأة البحرينية وتصون حقوقها وتحفظ لها كرامتها واستقرارها. بالفعل المجلس الأعلى للمرأة يعني قدم كل الإمكانيات اللي يملكها من أجل المرأة البحرينية من خلال القيام بدورها الاستشاري وتقديم الاقتراحات ومتابعتها، إضافة إلى نشر ثقافة تشجيع المرأة في مختلف المجالات. وأكبر الدلائل وصول المرأة البحرينية إلى قمة الهرم التشريعي في البحرين.